الجمعية السعودية للأشعة الداخلية هي جمعية علمية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الجمعية تضم في مجلس إدارتها مجموعة من استشاريين الأشعة الداخلية، وهو تخصص من الطب يعتبر في بلدنا يعني نسبيا جديد، يقدم خدمات للمرضى بطريقة ليست تقليدية، طريقة جديدة نوعا ما، وهي باستخدام تقنية القسطرة وباستخدام فتحات صغيرة تحت إرشاد الأشعة. فكثير من المشاكل التي كانت تعالج في الجراحة في السابق أو في الأدوية الآن أصبحت تعالج عن طريق الأشعة الداخلية باستخدام هذه التقنيات الجديدة. فهي جمعية متخصصة في كثير من الأمراض، وهذا المؤتمر طبعا الأول للجمعية كمؤتمر علمي، والهدف منه هو جمع جميع المختصين في هذا التخصص من جميع أنحاء المملكة، وتم دعوة متحدثين من خارج ومن داخل المملكة حتى يتعرف المجتمع أكثر على الخدمات اللي ممكن يستفيد منها عن طريق التخصص الأشعة الداخلية. الحمد لله يعني كان الحضور صراحة كبير منذ الافتتاح الصباح الباكر، يعني شفنا أعداد كبيرة من الأطباء، من الهيئات التمريضية، من الطواقم الفنية المساعدة، جميعهم حضروا ليكتشفوا أكثر في هذا التخصص. بالنسبة للمعرض المصاحب وهو اللي الآن احنا موجودين فيه، هو عبارة عن معرض طبعا يضم جميع الشركات الرائدة في العالم التي تتعامل أو لديها منتجات تخص تقنيات الأشعة التداخلية. أتت طبعا في هذا المؤتمر لتعرض آخر منتجاتها واللي هي موجودة حاليا في المملكة العربية السعودية ومتاحة لجميع المختصين لاستخدامها.